من المعروف أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1/1/2018، لكن وش الوضع إذا جيت اشتريت أغراض من أمازون؟ فأنا كنت مشتري أغراض من أمازون بقيمة 105 دولار وكان الشحن مباشر إلى السعودية، فاللي صار أنه بتاريخ 27 ديسمبر خصم المبلغ من حسابي، لكن لأن الأغراض راح توصل إلى السعودية مع دخول السنة الجديدة فتم إرجاع مبلغ 105 دولار إلى حسابي وخصم 110 دولار اللي هي تقريبا 105 دولار قيمة السلع زائد 5% ضريبة القيمة المضافة. ليش أنا حبيت أطرح التجربة هذه وأذكرها؟ لأنه إذا كنت أنت الآن تشتري أغراض وتشحنها على سبيل المثال عن طريق أراميكس اللي مقرها في نيويورك، فراح في الغالب ينخصم عليك أو يضاف على قيمة السلعة 7% اللي هي قيمة الضريبة في أمريكا، فإذا جيت تشحن للسعودية راح ينحسب عليك 5% كضريبة قيمة مضافة، فيكون المجموع اللي أنت دفعته كضريبة 12%، 7% دفعتها في أمريكا بالإضافة إلى 5% دفعتها عند وصول بضاعتك أو الأشياء اللي أنت اشتريتها إلى السعودية. طبعا أنا مشترك مع شركة ما عليها ضرائب في أمريكا اللي هي شركة فيشت فاست، راح أحط لكم رابطها في وصف الفيديو تحت اللي حاب أنه يشترك، مع العلم أنه ما حد دفع لي عشان أني أنا أروج للشركة، لكن هذه الشركة هي اللي أنا أستخدمها واللي مرتاح معها ولا تحسب عليك ضرائب داخل أمريكا. وكالعادة لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار يا ريت تسألوني على حسابي في السناب. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.